عدت مكة المكرمة عند العرب قبل الإسلام من أبرز الأماكن الثقافية والتجارية وأهم مدنهم قداسة وعراقة، وهي اليوم عند المسلمين من كل جنس ولون، إلى جانب المدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك بالقدس، ثالث المساجد في الإسلام من حيث القداسة، أعظم مدينة وأهم الديار قدسية في أرجاء المعمورة كافة. وجاء في تاريخ مكة المغل بالقدم أن إبراهيم عليه السلام الذي هاجر من أور في العراق في رحلة طويلة ليصل أرض كنعان في فلسطين، ومن ثم ليواصل الرحلة إلى مكة المكرمة، ترافقه زوجته هاجر وولده إسماعيل، حيث أسكنهما عند بيت الله الحرام أو الكعبة التي اشترك مع ابنه إسماعيل في بنائها، ليصبح منذ يومئذ أول مسجد عرف في تاريخ البشرية. وهو البقعة نفسها التي انفجرت منها عين زمزم، ليحيي الله بها من جديد هذه البقاع المقدسة، ولتهوي أفئدة من الناس إليها من كل المعمورة، استجابة من الله سبحانه وتعالى لدعاء إبراهيم عليه السلام الذي سأل ربه عز وجل قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. مكة من رحمها خلق الله الأرض ومنها دحيت، وكعبتها المشرفة التي تقع في وسط العالم هي سرة الأرض ومركزها، هي أم الدنيا بحواضرها ومدنها وقراها وكل معمور منها، والعاصمة العالمية للأرض، وهي بالتالي أم الثقافات الإنسانية جميعا، والثقافة بكل ما تعنيه الكلمة من إرث حضاري تراثي معنوي ومادي بدأت خطاها الأولى من مكة، وآيات ذلك كله ما تشهد به المأثورات التاريخية القديمة. أهل مكة أدرى بتراثها، مكان بهي يضم نفائس التراث المكي النادر الذي عمد إلى الاحتفاظ به مجموعة من الشباب المكيين الذين سعوا بكل اهتمام إلى إنشاء مركز حمل عنوان قبلة الدنيا، حاولوا من خلاله جمع التراث المادي والمطبوعات النادرة والمخطوطات والكتب المحدثة التي تناولت تاريخ مكة وتراثها وأزياءها الفلكلورية والمصنوعات اليدوية وغيرها. ترجمة
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر قناة صلاح الدين، طبعا هي من القنوات العراقية المميزة لحقيقة، احنا نشرف ان احنا نتابعها وتسليطها على يعني شؤون التراث بالعراق، ونتمنى ان شاء الله تعالى انه يكون هذا التقرير يعني مستحسن للمتفرجين لقناة صلاح الدين. احنا الان في متجر قبلة الدنيا. حكاية المتجر هذه بدأت يعني فكر شبابي، من شباب من مكة حبوا انهم يجمعوا التراث المكي من خلال موقع الكتروني، موقع الانترنت، وكان شعار العنوان هذا، عنوان الموقع قبلة الدنيا، ويحمل شعار اهل مكة ادرى بتراثها. فطبعا حاول الشباب في الفترة السابقة تقريبا من قبل 17 سنة من خلال الموقع الالكتروني، وبهمة يعني طبعا بدأ الموقع وبدأ الانتشار له، وبدأ المشاركين من كبار ومن صغار ومن كتاب ومن عمد ومن شباب واعد، بدأوا يجمعوا المادة التراثية لمكة قدر المستطاع، منهم من كتب، منهم من بحث، منهم من صور، منهم من تكلم، منهم من سجل. طبعا الموقع حمل يعني حمل في 17 سنة الماضية هذه، حمل ما بين سير لمواقع، سير لأعلام من أعلام مكة، للموروث الشعبي سواء في القصائد، في المجسات اللي هو الفلكلور الصوتي أو مثل ما يقول الموالات المكية. احنا طبعا في المتجر هذا حاولنا انه يكون تصميم المتجر اصلا يكون تصميمه على مثل البيوت المكية، مثل البيوت المكية في تصميمه، في الرواشين اللي هي النوافذ المكية القديمة، وحوى هذا المكان اشياء كثيرة تراثية وبعضها محدث. الاشياء التراثية مثل الملابس، مثل اللي انا لابس الحين، مثل طبعا المقتنيات القديمة، عندنا مكينة صانعة سكريم، عندنا مكوى قديمة، عندنا أتاريك، عندنا الفخار، عندنا السبح للتسبيح وكذا، أشياء كثيرة طبعا مختلفة. بيجونا طبعا الناس اللي بيقصدوا هذا المتجر سواء من مكة ومن خارج مكة، من المملكة ومن خارج المملكة، من الوطن العربي، وأحيانا من دول خارج الوطن العربي. بيجونا ناس من الخليج، من مصر، من تونس، من المغرب، بيتواصلوا معنا. يرون ذلك التراث الخالد في المحافل والمهرجانات المحلية والعربية والعالمية. بتكون لنا أيضا مشاركات خارجية في ملتقيات، في مهرجانات، شاركنا في ملتقيات في تونس، ملتقيات في تركيا، ملتقيات في الكويت. أيضا كان لنا يعني رحلات خاصة لمعارض الكتاب، معرض كتاب القاهرة ومعرض الكتاب اللي يقيم في الشارقة، وايضا طبعا معرض الكتاب اللي في الرياض وفي جده، هذا امر طبيعي. مشاركات داخليه ما بين مهرجان الجنادريه في الرياض، ملتقى السفر والسياحه لموسمين في الرياض، بعد مشاركاتنا ايضا في جده، في مكه، في اي مهرجان او ملتقى تراثي. هذه الغبانة يحب أهل مكة أنهم يلبسوها طبعا لأنها موروث قديم، يحبوا يلبسوها في الفترة الحالية، في الأعياد، في المناسبات السعيدة، في الملتقيات، فبتكون يعني بتضفي جمال، بتضفي يعني وقار، لأن الواحد بيحب أنه يلبس الشيء الموروث اللي عنده. بعض بيحط الغبانة هذه بأشكالها وألوانها، وحتى طريقة تدويرها على الرأس تختلف، حتى في لها ما شاء الله أهل مكة
نزل مقاطع فيديو لتعليم الناس معنى كل لفة وكل حطة. أحيانا بيكون في استدارية هذه، أحيانا البعض وبعضهم بيكون حامل معاه الساعة هذه، الساعة القديمة يمكن واردة على كثير من دول الوطن العربي، والشال هذا بيكون على الكتف، وأحيانا بتكون فيها شيء يعني من باب العصا اللي هي الشونة أو المشعاب تكون معاه. الكتب في خلال السنوات الماضية استطاع قبلة الدنيا كموقع وكمجموعة يعني متطوعين في العمل إنهم يجمعوا تقريبا 1000 كتاب ومصنف عن مكة، عن سير أهل مكة، عن حارات ومواقع في مكة، عن قصص عن مكة، عن قصائد، عن صور حتى قديمة وصور حديثة. استطاعوا 1000 مصنف، في بعضها موجودة عندنا هنا في المتجر، والبعض الآخر موجودة في يعني في قبلة الدنيا اللي هو لسه إن شاء الله إذا انتقلنا للمقر الجديد بتكون معروضة. من الجميل إن يأتينا بعض الكتاب ويكون عنده كتاب يعني تو طابعة، فيوزع الكتاب ويعطينا نسخة ويعطينا إهداء ويسمح لنا أيضا إن إحنا نبيع هذا الكتاب بنفس السعر ويمكن أقل لزوار المتجر. فإهداءات بيجينا كثيرة وبنشكر طبعا الأخوان كلهم. نتمنى من إخواننا طبعا في العراق، ونتمنى منهم بشكل حثيث إنه توجه لنا دعوات إذا كان هناك طبعا ملتقيات تراثية ثقافية، ممكن إن إحنا نطلع الزوار الملتقى أو المهرجان نطلعهم على التراث المكي، نطلعهم على الحلويات المكية. طبعا بطبيعة الحال ماء زمزم يكون بإذن الله تعالى معنا ومصاحب لنا، ويعني نتشرف إن إحنا نوصل لهم ماء زمزم ونسقيهم في الملتقى أو في المهرجان. من أجل مكة سهلها ورباها، والله بالفضل المبين حباها، من أجل خير الأرض قبلة أمتي، في خدمتي لترابها أتباها.